بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج في ملعبهم، حلقة جديدة من مكان مميز للغاية. هذا البرنامج، الديكور الذي خلفي، المكان، الموقع، الحلقات التي تأتي كل يوم في كل ليلة في توقيت معتاد. اللي قابلني قال لي أنت تنفع تصير أي شيء في الدنيا لأنك تكون مدير. استخدمت أنا حطب لنار مشتعل. ولد حارة ولد حارة يعني. بعدها بشهر قالوا تركي طرد من الإخبارية عشان اعتزال مجال. قال لا بالعكس. كنت تقدم برنامج ما حد يشوفك فيه؟ أنا نصراوي، أشجع النصر. الهدايا أبد، ركبت لكزس ومرسيدس وفيلل يعني الصيت والغنى. شخصيات الفي آي بي اللي تستضيفها تعطيها الأسئلة؟ يعني ليش أنت حطت كفاءتي صفر على الشمال؟ لا والله استقالة ما في محلها خلاص. يوم قالت علي عمو جاء. هلا إنه أنا عمو، أنا حتى ما تعرف أنا مصطفى الآغا. ما أعرف وش اللي صار هالسنة ونص سنتين وصار جفا، يعني كنا أصدقاء جدا حبايب. وليد الفراج بيني وبينه مشكلة شخصية كل الناس تعرفها طلعت، يعني اعتذر رجل أكثر مرة بس إنه في بيننا مشكلة شخصية، صار شيء شخصي.